نشرة المنتصف من قناة الجزائر الدولية، إليكم أبرز ما فيها من عناوين. انبهار دولي بحفل افتتاح الدورة 19 من الألعاب المتوسطية بوهران، وإجماع لدى المشاركين على نجاح الجزائر في تنظيمها. المجلس الرئاسي الليبي يواصل مساعيه للدفع باتجاه التوافق حول إطار قانوني للانتخابات. الغابون وطوغو تنضمان إلى الكومنولث، وتساؤلات حول مستقبل الفرانكوفونية في القارة السمراء. قادة مجموعة السبع يبحثون في ألمانيا ارتدادات الحرب في أوكرانيا، ووزير الدفاع الروسي يتفقد القوات الروسية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة. وفي النشرة وقفة عند القرقاب والتوات، فولكلور الجزائر الخالد. أهلا بكم إلى التفاصيل. نبدأ النشرة بالحدث الرياضي المتوسطي، حيث أعطى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إشارة انطلاق نسخة 19 من دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بعاصمة الغرب الجزائري وهران. الحفل كان بحضور أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ضيف شرف الجزائر، بالإضافة إلى نائب الرئيس التركي فؤاد أوكتاي وعدد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والرياضية الوطنية والعالمية، فضلا عن حضور جماهيري كبير تجاوز 30,000 متفرج. بسم الله الرحمن الرحيم، باسمكم جميعا أبدأ بالترحيب بكل ضيوفنا وكل الوفود، وعلى رأسهم ضيف الشرف سمو الأمير تميم بن حامد أمير دولة قطر. وأعلن رسميا عن افتتاح الطبعة 19 للألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران 2022. تحية الجزائر. للمزيد حول الموضوع ينضم إلينا مباشرة موفد قناة الجزائر الدولية إلى وهران مصطفى بغرارة. أهلا بك مصطفى. ليلة استثنائية عاشتها أمس وهران لا شك، دعنا مصطفى في صورة الأجواء بعد اختتام الحفل البهيج.
نعم مصطفى، كان حفل استثنائي، كانت وهران في الموعد، حيث أبهرت الضيوف من خلال تنظيم محكم، سواء تعلق الأمر بالجانب التنظيمي بالجانب الأمني. حقيقة وهران وفت بكل وعودها، خاصة أن الجماهير التي كانت حاضرة سواء تعلق الأمر بالجماهير الجزائرية أو حتى بالضيوف كانوا جميعا سعداء بهذا التنظيم الرائع الذي يليق بوهران ويليق بالجزائر قاطبة. نعم مصطفى، حدثنا أكثر وباستفاضة عن انطباعات المشاركين والضيوف الذين حضروا حفل افتتاح الألعاب المتوسطية، ماذا كانت الأصداء هناك؟ قناة الجزائر الدولية رافقت يعني هذا الحدث منذ بدايته حتى نهايتها، التي حيث انتهى على في حدود منتصف الليل من ليلة أمس. حقيقة الجماهير التي حضرت انبهرت بهذا التنظيم، سواء بالفرقة التقنية التي حضرت هذا الحفل على رأسها الجزائري سليم دادا أو حتى الإيطالي الفرنسي بيسوتا، حقيقة أبهروا. أيضا الأجانب من الهند، ليسوا سكان المتوسط فقط بل سكان المعمورة، جمع الألمانيين الهنديين حتى الباكستانيين وغيرهم، كانت لهم انطباعات جيدة وحسنة، فرحوا بهذا التنظيم. نعم. الذي كان جد منظم وجد محكم. نعم مصطفى، ابقى معي مصطفى بغرار، سأعود إليك بعد قليل. هذا ولقي حفل افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022 الثناء من مختلف أعضاء الوفود المشاركة في العرس المتوسطي الممثلة للدول 26، وأعرب عدد من المشاركين عن انبهارهم بالمستوى الذي ارتقى إليه الحفل ومدى إعجابهم باللوحات الفنية والموسيقية التي كان ملعب وهران الأولمبي مسرحا لها. نحن مذهولون بعدما حضرنا حفل الافتتاح، لقد كان كل شيء مذهلا واستثنائيا، إنها تجربة لن ننساها مدى الحياة، هذا رأيي. حقيقة نحن سعداء، لقد استمتعنا بالفعل. It was very epic. لقد كان الحفل ملحميا، حقيقة كان مذهلا. مشاهدة كل تلك اللوحات كان جيدا للغاية. النظرة الأولى والعامة كانت رائعة وحسنة جدا. الافتتاح كان رائع، الحماس ديال الشعب الجزائري والناس ديال وهران بالاستقبال ديالهم الوفود، التنظيم كان في المستوى وتبارك الله. نتمنى هذا العرس هذا ينجح على كاع المستويات. الافتتاح، حفل الافتتاح كان رائعا ومثيرا للغاية. الكل تفاعل، جميع الحضور استمتع وانبهر. سعيد بالتواجد هنا بالجزائر. الحفل كان رائعا، نحن منبهرون ومتفاجئون بالتنظيم، كل الأمور جيدة وصارت بشكل رائع، أنا جد سعيد. حضرنا حفل الافتتاح، كان محترم أوي وجميل واتبسطنا وكلنا حيصنا وزي الفل. أعود إلى وهران الباهية، أين يتواجد مفد قناة الجزائر الدولية مصطفى بغرارة. مرحبا بك مجددا مصطفى، بالشروع في انطلاق هذه الدورة التي تحتضنها وهران، ماذا عن برنامج المنافسة اليوم؟ اليوم سينطلق البرنامج الفعلي وستنطلق الألعاب اليوم من خلال مباراة في كرة القدم، في السباحة أيضا مصطفى. هناك منتخب الجزائري الذي حصل اليوم على أول ميدالية ذهبية، كما ستواصل الألعاب في مختلف الملاعب والمنشآت التي رصدت لأجل إنجاح هذه التظاهرة، من ملعب السيق ومن القاعة المتعددة الرياضات بعين الترك وواد بوتليليس. مصطفى بوغرارة موفد قناة الجزائر الدولية إلى وهران، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. في الشأن الليبي، يكثف المجلس الرئاسي لقاءاته مع مختلف فواعل المجتمع بغية الوصول إلى توافق حول إطار قانوني يعجل بإجراء انتخابات. مشاورات تأتي قبيل لقاء مرتقب بين رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة بالخصوص. المزيد في هذه الورقة. في ظل وضع سياسي يزداد تأزما في ليبيا، يواصل المجلس الرئاسي مساعيه الرامية لدفع كافة الأطراف إلى التوافق حول إطار قانوني ليعجل بإجراء انتخابات تطوي صفحة الأزمة التي تعيشها البلاد منذ سنوات.
بالعاصمة طرابلس التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنيفي ممثلين عن مناطق ومدن ليبيا الشرقية والغربية والجنوبية ومكوناتها الاجتماعية المختلفة لمناقشة تطورات الأوضاع في البلاد، في مقدمتها مشروع المصالحة الوطنية الذي كشف المجلس عن رؤيته الاستراتيجية بحر هذا الأسبوع، فضلا عن دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والاستحقاقات الانتخابية القادمة والتحديات السياسية التي تواجهها البلاد في المرحلة الراهنة. المنيفي أشاد بدور مشايخ وحكماء وأعيان ليبيا في دعم مؤسسات الدولة وفي مقدمتها المجلس الرئاسي، مؤكدا على ضرورة مساهمتهم ومشاركتهم الفاعلة في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية وتحقيق الاستقرار في البلاد. حكماء ليبيا وأعيانها أكدوا بدورهم على أهمية المصالحة الوطنية للمحافظة على السلم الاجتماعي وأمن ووحدة البلاد، كما أعربوا عن استعدادهم للمشاركة في هذا المشروع الوطني لتجاوز الأزمة السياسية. كما أشاد الحكماء خلال ملتقى المصالحة الوطنية الذي نظمه المجلس الأعلى للقبائل في بنغازي بجهود المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية، مطالبين بضرورة تغليب صوت العقل بإنهاء كافة المراحل الانتقالية من خلال إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن وفي أقرب الآجال. هدف لا تخطئه مساعي المجلس الرئاسي الذي كثف من لقاءاته مع الفواعل الليبية قصد تحقيقه، ولعله محور لقاء مرتقب في جنيف بين رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة برعاية المستشارة الأممية في ليبيا ستيفاني ويليامز، لقاء اعتبره مراقبون فرصة أخيرة لتفادي عودة المشهد الليبي إلى المربع الأول. قرر القضاة التونسيون تمديد إضرابهم عن العمل للأسبوع الرابع على التوالي احتجاجا على إعفاء رئيس البلاد قيس سعيد 57 قاضيا. وقالت تنسيقية الهياكل القضائية في بيان مشترك إنه تقرر تمديد تعليق العمل في كافة المحاكم العدلية والإدارية والمالية والمؤسسات القضائية لمدة أسبوع إضافي بداية من الاثنين المقبل، مضيفة بأنها اتخذت قرار التمديد بالنظر إلى ما قالت إنه عدم تفاعل رئاسة الجمهورية ووزارة العدل مع تحركات القضاة. ودعت التنسيقية القضاة إلى إنجاح تحركات في المدة القادمة من أجل ما أسمته استعادة ضمان استقلالية القضاء وهيبته. أعلنت الغابون وطوغو رسميا انضمامهما إلى مجموعة الكومنولث لتنضوج بذلك في هذا النادي الناطق بلدانه باللغة الإنجليزية، وبموافقة المجموعة التي تضم 54 دولة غالبيتها مستعمرات بريطانية سابقة على طلبي انضمام طوغو والغابون الناطقتين باللغة الفرنسية، تطرح استفهامات حول مستقبل الفرنكوفونية في القارة السمراء. تضيق الفرنكوفونية بأنصارها في مستعمرات فرنسية إفريقية سابقة على الأقل. لا تبدو علاقة باريس بالقارة السمراء في أفضل أحوالها. فبعد قمة الكومنولث الأخيرة المنعقدة بالعاصمة الرواندية كيغالي، اتسعت رقعة النادي الناطق باللغة الإنجليزية على حساب الفرنكوفونية. دون سابق إنذار وبشكل رسمي، أعلنت الغابون والطوغو قلع رداء الفرنسية لتصبح أحدث دولتين في الكومنولث رغم عدم وجود علاقات تاريخية تربطهما ببريطانيا. قبلنا الغابون وطوغو بصفتيهما عضوين جديدين، ونحن جميعا نرحب بهما في أسرة الكومنولث. المجموعة المكونة من 54 دولة معظمها من المستعمرات البريطانية السابقة وافقت على طلب توغو والغابون للعضوية في اليوم الأخير من قمتها القيادية. نرحب بكل من الغابون وتوغو بروح تتسم بالصداقة والأخوة وتصميمي على أننا بحاجة إلى عالم أفضل وأكثر أماناً.
سنكون معا أفضل مما كنا عليه في أي وقت مضى. ولعل انضمام الجابون والتوغو إلى نادي الكومنولث صورة أخرى للهزائم والانتكاسات الفرنسية المتلاحقة في إفريقيا، التي من المؤكد أنها ستدفع باريس مجدداً إلى إعادة حساباتها وتغيير رهاناتها، خاصة بعد فشلها العسكري والسياسي في القارة الصبراء. كلف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيسة الوزراء إليزابيث بورن بتشكيل حكومة عمل جديدة على أن يتم الإعلان عنها بداية جويلية المقبل. وأكد ماكرون في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية تجديد ثقته في بورن على المدى الطويل. المزيد في هذه الورقة. بعد رفضه استقالتها في أعقاب النكسة التي تعرض لها تحالفه بخسارة الأغلبية المطلقة في البرلمان خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة مقابل منافسيه من اليسار الراديكالي واليمين المتطرف، جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ثقته في رئيسة الوزراء إليزابيث بورن لتشكيل ما أسماها حكومة عمل جديدة، مؤكدا على ضرورة استمرار حكومتها الحالية في مهامها. ماكرون أشار أيضا إلى أنه دعا بورن إلى استطلاع آراء السياسيين في الجمعية الوطنية حول اتفاق حكومي وإمكانية مشاركتهم في الحكومة، فضلا عن موقفهم من تجديد الثقة فيها في ظل رفض المعارضة البرلمانية حكومة ائتلافية وتحميلها ماكرون مسؤولية إيجاد الأغلبية. وبالنظر إلى الهزيمة التي مني بها تحالفه من جهة والأزمات التي تشهدها بلاده سيما الاقتصادية منها بسبب تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا من جهة أخرى، سيجد الرئيس الفرنسي صعوبة كبيرة في مواجهة هذه التحديات خلال ولايته الرئاسية الثانية وتمرير برنامجه الإصلاحي، والسبب إمكانية قيام اليمين المتطرف واليسار الراديكالي بعرقلة مشاريع القوانين التي يقدمها الحزب الحاكم بحسب مراقبين. وضع يضع ماكرون ولا شك بين فكي الطيارين الغريمين، ويحتم عليه إيجاد مخرج للمأزق السياسي الراهن على خلفية نتائج التشريعيات بالبحث عن تحالفات للحفاظ على الأغلبية البرلمانية، وهو ما يبقي المشهد السياسي في فرنسا مفتوحا على جميع الاحتمالات. ارتفعت أصوات في المغرب تطالب بفتح تحقيق عاجل ومعمق في الفاجعة التي أودت بحياة عشرات المهاجرين خلال محاولتهم اقتحام سياج جيب مليلي الإسباني انطلاقا من المغرب الجمعة. وشددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على مطالبتها بفتح تحقيق عاجل ومعمق لكشف ملابسات هذه المأساة. من جهتها عبرت المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشكل مشترك عن مخاوفهما العميقة، مذكرتين بالحاجة إلى إعطاء الأولوية لسلامة المهاجرين واللاجئين في كل الظروف. اقتحم عشرات المستوطنين اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. وقالت مصادر إعلامية إن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته. وفي الضفة الغربية المحتلة اعتقلت عناصر الاحتلال الإسرائيلي 14 فلسطينيا من أنحاء متفرقة في المنطقة، 6 منهم من نابلس، 3 من سالفيت، 3 من طول كرم، و2 من الخليل. وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مساء أمس إلى مدينة جدة السعودية في جولة تشمل إيران في إطار جهوده لتقريب وجهات النظر بين الرياض وطهران. ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن المكتب الإعلامي للكاظمي قوله إن رئيس مجلس الوزراء وصل إلى مدينة جدة في زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية دون ذكر مزيد من التفاصيل. وكان في مقدمة مستقبلي الكاظمي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. يبدأ قادة دول مجموعة السبع أعمال قمتهم في ألمانيا اليوم في وقت يعيش العالم أزمات عدة، بدءا بالحرب في أوكرانيا مرورا بالمناخ ووصولا إلى الأمن الغذائي. هذا وتمت تعبئة آلاف رجال الشرطة لتأمين القمة التي تستمر حتى الثلاثاء القادم.
جبال مرتفعة وقمم مغطاة بالثلوج، مروج خضراء ومنظر رائع يوحي بأن العالم لا يزال بخير. على سفح جبال الألب البافارية بأقصى جنوب ألمانيا يقع قصر إلماو الذي سيستضيف قمة مجموعة السبع الكبار. تناقض واضح بين روعة المكان والقضايا الملحة على جدول أعمال القمة التي اختير لها شعار تقدم من أجل عالم عادل. على مدار 3 أيام من المتوقع أن تتصدر الحرب في أوكرانيا ونقص الغذاء والطاقة وكذا التوقعات الاقتصادية القاتمة جدول أعمال قمة قادة كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا واليابان وفرنسا وإيطاليا وألمانيا. يقع قصر إلماو في الجبال، فنحن لن ننقل الجبال بالتأكيد، لكن يمكننا اتخاذ قرارات هامة وإعداد ما هو مفيد بالنسبة لنا جميعا عندما نعمل كوحدة حازمة. مسؤول حكومي ألماني قال إن زعماء المجموعة يجرون محادثات بناءة بشأن تسقيف واردات النفط من روسيا، اقتراح يعد جزءا من مباحثات أوسع لمجموعة السبع بشأن كيفية زيادة الضغط على الكريملين عبر وضع سقوف سعرية للنفط الروسي دون تأجيج الضغوط التضخمية العالمية. يعول الغرب على مجموعة السبع الكبار لتخفيف وطأة الأزمات الناجمة جراء العقوبات المفروضة على روسيا، وخاصة أن مقاصدها للجم الكريملين عن مواصلة الحرب لم تثمر بعد شيئا. فأوروبا ما زالت تعاني من إيجاد بدائل للطاقة ومستمرة في ضخ مئات مليارات الدولارات في شرايين الاقتصاد الروسي. تراكم تناقضات بات واضحا بين الدول الغربية، فرغم الحديث العلني عن ضرورة الوقوف صفا واحدا في وجه الدب الروسي، إلا أن ذلك لا يعني أن المعسكر الغربي على قلب رجل واحد بحسب خبراء. فالمؤكد أن ثلاثا من الدول الغربية المشاركة في السبع الكبرى ليست على ذات مستوى الحماسة الأمريكية البريطانية، وذاك بالطبع يصب في مصلحة موسكو، وهو ما يدركه تحالف ضفتي الأطلسي. قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو اليوم الأحد إنه سيبحث أو سيحث نظيريه الروسي والأوكراني على إتاحة فرصة للحوار خلال مهمة لإحلال السلام في البلدين، وإنه سيطلب من الرئيس فلاديمير بوتين إصدار أمر بوقف فوري لإطلاق النار. وأضاف جوكو قبيل مغادرته إلى ألمانيا لحضور قمة مجموعة السبع إنه يجب وقف الحرب وإعادة تنشيط سلاسل الغذاء العالمية. Saya akan mengunjungi Ukraina. سأزور أوكرانيا وسألتقي بالرئيس فلاديمير زيلينسكي، وتتمثل المهمة في دعوته لفتح مجال للحوار من أجل السلام وبنائه، لأنه يجب أن تتوقف الحرب ويجب إعادة تنشيط السلسلة الغذائية العالمية. من أوكرانيا سأذهب إلى روسيا للقاء الرئيس فلاديمير بوتين مع وضع نفس المهمة في الاعتبار. سأدعو الرئيس بوتين لفتح مجال للحوار ووقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الحرب. فرق أتوات والقرقاب وثقافة مشتركة تمتاز بها عدة مناطق في الجزائر، عرف إرثها اللامادي الخالد نشاطا في شوارع وأزقة مدينة وهران غرب البلاد، ترحيبا بضيوف ألعاب البحر الأبيض المتوسط والسائحين عبر استعراضات وإيقاعات أبهجت الحاضرين. هي ثواني فقط صنعت الفارق بين المشهدين. تزاوج فيها فن التوات بالقرقاب بقلب الباهية وهران ترحيبا بضيوفها في العرس المتوسطي. تواجدين هنا باش نحيوا هذا العرس المتوسطي هذا اللي ولاية وهران، هذا العرس هذا اللي رحبوا كاع بالاجناس كاع بالدول، عندنا مرحبا بكم. ورانا ننظموا في هذه الحفلات وهذه السهرات من اجل انجاح الالعاب البحر الابيض المتوسط،
وان شاء الله بربي الضيوف كاع اللي جاوا مرحبا بهم، كاع اللي جا الوهران مرحبا به. صافي بليزير هذه الدوره هذه، ومرحبا كاع بالضيوف تاعنا اللي جاونا، والحمد لله وهران راهي باهيه وكاع وهرنا وصفه عامه كاع، ومرحبا كاع راهم يرحبوا بهذو الضيوف. هذا الإرث الغزير بأسراره والفريد بإيقاعه امتدت جذوره من عمق الجنوب الغربي الجزائري وعم أرجاء الجمهورية ليسافر بين ضفتي المتوسط بحكم القرب الجغرافي ليسجل علامة فارقة. تراث شعبي بسيط في أدائه، عميق في معالمه ومضامينه، يعكس الإرث الفني والفكري للجزائر، فلا تقام الأفراح والمناسبات بدونه. هو نافذة الفنون الشعبية، جمع عبق الماضي وألق الحاضر لما له من بعد تاريخي ونفسي عند الجزائريين، بعدما أخذ طريقه مباشرة إلى قلوب كل من وقعت عينه على فرق التوات وسمعت أذنه إيقاع الآلات، فالتهمته بطون الكتب وصفحات الجرائد لبلد ثقافته تجاوزت حدود قارات المعمورة. هنا مضامين التراث الجزائرية كونها تعكس روحية الفولكلور الشعبية وقيمة الإرث الفني والفكري للحضارات المتعاقبة بالجزائر. أمين عمران، قناة الجزائر الدولية. بعرس وهران المتوسطي نختم، شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.